نور، محطتنا الأولى رح تكون مع جماليات الخط العربي. كثير من الأشخاص بنقول عنهم خطهم حلو، وخصوصا الأولاد الصغار الأطفال ببينوا من عمر صغير إذا هيك بيعرفوا يكتبوا أو خطهم حلو ولا لا. تمام، بس كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء ما له علاقة إذا الشخص خطه جميل ولا لا، بيكون شاطر بالمدرسة، بتختلف صحيح طريقة الكتابة، لكن الخط له أثر كثير كبير اليوم يمكن بالدراسة، لأنه كثير من الطلاب شهادة الامتحانات الثانوية والإعدادية ممكن يخسروا بعض العلامات بسبب خطهم الغير مفهوم. تمام، مشان هاي النقطة اللي عم تحكي عنها نورة، اليوم ضيفنا رح نحكي نحن وياه عن اليوم أهمية الخط العربي وكيف نحن فينا نستغل فترة الصيف لنعلم أطفالنا هاي التقنيات. بيسعدنا نرحب أكيد بمدرس مادة الخط في معهد دمشق الأستاذ أدهم فادي جعفر. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا. يسعد صباحك. في البداية خلينا نحكي عن جماليات الخط العربي. بنعرف الخط العربي قديش جميل، وكلياتنا يمكن بالبيت بتلاقي في عندك لوحة أو تحفة فنية مرسوم عليها الخط العربي. خلينا نحكي عن جماليات الخط العربي، كيف فينا نستغلها؟ الخط العربي فن من الفنون، فهو يؤدي وظيفة ثقافية بإيصال معلومة، ما هي آية قرآنية، حديث شريف، حكمة، بيت شعر، يصل بالمعلومة لكن من خلال شيء جميل. كيف يعني الأداء مثلا الصوتي، بعض الأحيان الصوت الجميل يؤدي المعنى بشكل جميل، أيضا الخط يؤدي المعنى بشكل جميل، فيصل بالمعلومة لكن بشكل جميل، ومن خلال لوحات يسلط الضوء على هذا المعنى، يعني يركز الفكر وفهم هذا المعنى من خلال هذا الخط. وللخط أيضا إيحاءات في إيصال هذه المعلومات، فهو فن قائم بذاته، له أنواعه، له تاريخه، تاريخ عريق جدا، وهذه الأنواع تطورت عبر التاريخ، له أنواع عديدة، خط الرقعة، خط الديواني، الديواني الجلي، خط الفارسي، خط النسخ، خط الثلث، وخط الكوفي، أنواع كثيرة ولها جماليات ولها تاريخ جيد جميل. أستاذ، حكينا مع حضرتك عن جماليات الخط العربي وأهميته، ولكن أيضا اليوم هيك حبينا نركز على الأطفال أكثر، كيف نحن ممكن نساعدهم خصوصا بفترة الصيف لحتى هيك يطوروا من خطهم أو يمشوا أو يمتلكوا القواعد الأساسية اليوم لخط واضح ومفهوم، فكيف نحن ممكن نساعدهم؟ تفضل. بالنسبة لجمالية الكتابة، جمالية كتابة خط الطلاب، أول شيء يعني نحن مثل ما قلت قبل شوي، يعني مهم جدا أن يكتب الطالب بخط صحيح. صح. جميل واضح، يعني يحمل صفتين، صفة وضوح أهم شيء، والجمالية أيضا. فالوضوح مقدم في كتابة الطلاب على الجمالية. الجمالية أيضا تأتي إذا كان الخط مضبوط بقواعد صحيحة. طبعا خطوط الطلاب في الامتحانات يجب ان يكون ورقه الامتحان منظمه مرتبه خاليه من الشخبره كثير على الاسئله، او يعني بعض الطلاب تجدوا الصفحه مثل الشطرنج مشخبر شوي، رد كاتب مشخبر. لا، يجب يرتب افكاره حتى المصحح يعطيه العلامه. مثل ما قلتي تفضلتي، كثير من الطلاب يخسروا عدد كبير من العلامات بسبب خطهم، سوء الخط. يعني سوء الخط يعزى إلى عدة أشياء. واحد، تشابه الأحرف مع بعضها، يعني بيكتب الصاد مثل الحاء، فالكلمة إذا كانت ما قرأت بشكل صح فالمصحح لح يهملها، فتكون المعلومة خاطئة ويخسر هذه العلامات. فالبداية يجب أن تكون من الصغار، بداية تدرب الطالب على الحرف من الصغر، عندما يبدأ بكتابة الحرف، يعني في المراحل الأولى في التحضيري وفي الفئات، يعني الأولى والثانية. نحكي بالأربع سنوات أستاذ. نعم، أربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات يبدأ يأخذ الحرف. هنا يجب أن تعطيه المدرسة الحرف بشكل صحيح، يجب أن يمسك القلم بشكل صحيح. الجلسة الصحيحة مهمة. الآن يعني بعض الأحيان نعاني من طلاب كثيرين بيمسكوا القلم بشكل خاطئ. متى ما مسك القلم بشكل خاطئ لن يكون خطه جيد. يعني في عنا عوامل لحتى يكون خطه جيد: مسك القلم بشكل صحيح، الجلسة الصحيحة، تمام، أيضا شكل الحرف الذي
يبدأ بالتدرب عليه. هلا هون معنا نماذج نوعا ما لكل يمكن الأطفال اللي عم يبلشوا يكتبوا، مثل ما قلت بتأثر طريقة القعدة، طريقة مسكة القلم، خلينا نحكي عن هي النماذج طبعا حضرتك. بالنسبة لبداية بداية التدرب، يعني الطفل يقلد الحرف. الطفل يقلد الحرف تمام، فتقليده للحرف بشكل صحيح، نحن في عنا تدريبات نكتب له الحرف صحيح، بعدين نكتب له بشكل رمادي انه يكتب فوق منه. يكتب فوق الحرف مره مرتين ثلاثه، بعدين هو بينطلق بيكتب لحاله ضمن معايير حجم الحرف الصحيح. هون مثل ما انا موجود معك طبعا الان هون الاحرف الابجديه الف الباء الجيم، مكان الحرف على السطر، توضع الحرف، بعدين ننتقل الى ربط الحرف مع بعضه، كل حرفين شلون بينكتبوا مع بعضهم بكلمات بسيطه تمام، بعدين ينتقل الى الجمله كيف يركب الجمله، التباعد بين الكلمات شو هو، توضع الاحرف على السطر بهالشكل. طبعا الكتابه العاديه الى قواعد، هي قواعد خط الرقعه. خط الرقعه هو قواعد خط الكتابه اليوميه صحيح. فلازم كلياتنا نكتب بخط الرقعه تماما، كلياتنا نكتب بخط الرقعه، فلازم المدرسات بالاعمار الصغيره وحتى مدرسي اللغه العربيه انه يكونوا عندهم اتقان لخط الرقعة بقواعده حتى يستطيعوا انه يوصلوا هي المعلومه للطالب. نعم، هذا بالنسبه للمراحل الاولى، بعدين يعني ممكن ينتقل الطالب لمراحل اعلى في دورات الخط كفن خط، يعني ياخذ بعد الرقعه ياخذ ديواني مثلا، ممكن ياخذ بعده نسخ خط النسخ. طبعا خط النسخ نحن عندنا ايضا له قواعد، قواعده بتكون الان هون عندنا بالميزان الكتابه بالاصاب بحجم اكبر تمام، الميزان مثلا حرف الحاء مع الالف شلون بينكتب، حرف الحاء مع الباء شلون بينكتب مع ميزانه، هون مثلا اربع نقاط ارتفاعه نقطتين من الاعلى هون نقطه بهالشكل بميزان دقيق. طبعا بحاجه لمدرس يتابع هذه التدريبات لانه الخط هو شيء عملي، فالمدرس يوفر على الطالب مراحل كبيرة بالنسبة للتدريب، فبيشرح له الحرف. طبعا هو الطالب رح يكتب، أول ما يكتب رح يصير أخطاء، هون مهارة المدرس بتصحيح الأخطاء، أنه شلون يستطيع أنه يوجهه للتغلب على هاي الأخطاء والوصول لارتقاء فيه لأعلى ثم أعلى من خلال كتابة. طبعا بيكتب له الأستاذ الأحرف، هو بيقلدها مع ضوابط مع ميزان. بنلاحظ مثلا هون اتصالات حرف الكاف، كاف مع الالف، الكاف هي اسمها كاف داليه مثلا، هي الكاف اسمها كاف زناديه. طبعا استخدامها كجماليه وين بتكون بالنسبه للعباره للجمله، شلون استخدامها، شلون تركيب السطر فيها، توضع الاحرف على السطر بكل حرف لوحده. مثلا هون اتصالات الكاف، مثلا هون عندنا اتصال العين بخط النسخ، كل حرف شو له مع الأحرف الثانية شلون اتصاله. مثلا هون نحن عندنا العين ألف، هذا اتصال اسمه عين فنجاني، بعدين هون عندنا اتصال هذا الحرف عين صادي تمام، العين الفنجاني مع الأحرف الصاعدة تمام. لاحظوا قديش فن الخط في دقة وفي سعي لوضوح أولا ثم جمالية. طبعا الخطوط تنقسم إلى قسمين، خطوط تعتمد على الوضوح اكثر من الجماليه، لا خطوط، في خطوط اخرى تعتمد على الجماليه اكثر من الوضوح بعدين، يعني هي ناحيه فنيه بلوحات يعني بتراكيب مثلا، يعني جماليه تدخل في تركيب الحرف، جماليه كتله الكتله والفراغ فيها والاعتناء باشكال الاحرف الجماليه. نعم، فالخط يعني وانواع الخط بعد ما الطالب يمشي في خط الرقعة ينتقل إلى خطوط أخرى. وكمان مثل ما تفضلتوا يعني الصيف هو فسحة جيدة ل يعني اتباع دورات في صحيح. فن الخط، وهو فن رائع يعلم الإنسان عدة أشياء، يعلمه الصبر، يعلمه الأنات، يعلمه الترتيب. يعني فن الخط له مو بس إنه بيصير كتابته جميلة، بيصير عنده صفات بشخصيته جديدة هو بحاجة إلى. نعم
استاذ ادهم، كنت عم بسالك من شوي، ممكن الواحد اذا خطه ما نو جميل وبعد سنوات طويله من التعود على خط ما بيقدر هو يصلح خطه، ولا شو هي التقنيه؟ بده يرجع على نفس الاليه وقت انه من البدايه عم يتعلم رسم الحروف، ولا لا في اليه معينه؟ بالنسبه لتصليح الخط له اليتين. بالنسبة للأعمار اللي تجاوزت مثلا ممكن أنهى الجامعة أو مثلا حتى أكبر عمر 40-50 سنة، ممكن خطه بيتصلح، لأنه هو عبارة عن علم، إنما العلم بالتعلم. يعني لما يعرف أنه الحرف بهذا الشكل، انضباطه بهذا الشكل، بيتحسن خطه. هو بحاجة لعدة أشياء. أول شيء بحاجة لتأني في بداية الكتابة، والاعتماد على التأني في الكتابة مرحلة، بعدين بيثبت التأني والاعتناء بالحرف، بعدين بيسرع، بيصير بينتقل يعني من الخط البطيء لأسرع، أسرع مع الإتقان، يعني محافظة على الإتقان مع تسريع الحرف. طبعا قواعد الخط هي قواعد فطرية جمالية، يعني ما فيها شيء خارج عن المألوف. يعني مثلا الألفات عندنا لما نكتب الألفات متوازية، هذا شيء فطري، يعني أي إنسان ممكن من خلال تفكيره بخطه هو يبحث عن مواضع الجمال، مواضع الأخطاء. من خلال الدورات اللي بتقوموها بشكل دوري ممكن الواحد طبعًا يلجأ لهي الدورات طبعًا ليعدل خطه، بتقوموا فيها للطلاب ولكل الناس. أكيد يمكن أكيد. شو فينا نقول الخطوط اللي بيتم التركيز عليها ضمن هي الدورات، وكل قديش بتصير ولكل الأعمار؟ نعم، هلأ بالنسبة لتصليح الخط كتير مفيد أنه مدرس يتابعه، أريح له، يعني أسرع بكتير كوصول لنتيجة صحيحة. هلأ بالنسبة لدورات الخط، إن كان بس تحسين الخط، هو خط الرقعة. خط الرقعة هو قواعده هي نفس قواعد الكتابة العادية، صحيح، لكن منضبطة. الآن إذا بده يسعى لأنواع جديدة فيها يعني من فنون الخط، مثلا خط الديواني، خط ويجب أن يدرس بتتابع. يعني لا يمكن أي إنسان أنه يدخل مثلا لخط النسخ وهو لسه مو دارس خط رقعة، لازم بتسلسل، يعني يدرس الرقعة لأنه هو خط الأبسط، بعدين ينتقل مثلا للديواني، بعدين ينتقل مثلا للنسخ أو الفارسي، بعدين يأخذ خط الثلث. خط الثلث صعب جدا، إذا كان بدأ فيه من البداية بيشعر بإحباط، لا يستطيع أن يكتب الحرف. أما إذا كان بتسلسل صار عنده يعني مهارة اليد ترتقي مع التدريب، كل ما تدرب أكثر في مهارات بالأصاب بالنسبة للحبر، استمداده للحبر، الكتابة بقلم الخط، في هاي المهارات لازم يرتقي فيها شوي شوي، ما أنه يوصل مثلا يحاول يكتب حرف صعب جدا بعدين ما يزبط معه، بعد تدريب يشعر بالإحباط. وكمان مثل ما قلت الخط مخفي في تعليم الأستاذ، يعني الأستاذ كتير مهم بموضوع الخط لأنه هو فن عملي، صحيح، فهو مو نظري فقط انه انا عم باخذ معلومه وخلاص، لا، عم باخذ معلومه. هو الخط ثلاث مراحل دائما، اول شيء المعلومه اخذها صحيحه، بعدين التدريب، بعدين التمكن من هذا العلم. تمام، هو يعني قواعد، هي قواعد وممارسه بشكل